السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان Bounded Sets in Metric Spaces أو المجموعات المقيدة في الفضاءات المترية. نأخذ الآن مفهوم Bounded of a Set. هنا شي يقول هنا عندي a subset S of a metric space M. هذا الـ subset تسمى Bounded أو مقيدة إذا وجدت كرة داخل المتريك سبيس بحيث انه هذه الكرة تحتوي هذه المجموعة بالكامل. من اسمها مقيدة معناته المجموعة لها حدود، يعني هذا المتريك سبيس M هاي مجموعة لا على التعيين S هي سبسيت من عندها. اذا وجدت مجموعة مفتوحة تحتوي الS بالكامل عندئذٍ راح نقول انه الS هي bound. ناخذ مثال اليوكليديان سبيس الR ودي. فاليوكليديان سبيس هذا عندي الار اي فتره مفتوحه هي باوندد سيت، مثل اذا اس تساوي اي بي هي باوندد. السبب لانه هي اصلا فتره مفتوحه هي كره وتحتوي نفسها، او ممكن اجد اي كره تحتويها. نفس الفكره اي فتره مغلقه تكون باوندد. خلي افرض هاي الفتره المغلقه 0 1. ليش باوندد؟ الجواب لانه لو اخذ هذه الكره ب 2 اوف 0، لو اخذ هذه الكره فهذه الكره راح تكون نقطه السنتر مالتها 0 والراديوس مالتها 2، فراح تكون من الى هنا، فهاي احتوت للمجموعه بالكامل وبالتالي هذه الفتره هي باوند. ناخذ هاي المبرهنه المهمه حول الباوندد سيت. هنا المبرهن ايش يقول؟ يقول اذا كانت الاس هي compact subset of a metric space M فالاس او is closed and bounded. وثانيا يقول every infinite subset of S has an accumulation points in S. خلينا نجي للبروف. طبعا في فيديو سابق كان البروف مال بروبوزيشن 3-7 احنا اثبتنا انه every compact set of metric space is closed. فاحنا في فيديو سابق اثبتنا انه الاس is closed. اذا ما هو المتبقي؟ المتبقي نثبت انه الاس هي bounded. شنو معنات bounded؟ معناته يوجد كرة يحتوي الاس بالكامل. راح افرض P هو نقطة داخل الاس. طبعا بما انه P ينتمي للمتريك سبيس والمتريك سبيس هو open set، فاذا يوجد عدد غير منتهي من الكرات اللي تحتوي الـ P. فهنا انا راح افرض انه الـ B sub Ri of الـ P، طبعا هنا الـ I يساوي 1 الى infinity بـ collection of balls that contains P. طبعا هاي الكولكشن راح يجي يغطي لي كل المتريك سبيس، مو بس لانه انا اخذت كل ال R، يعني هذا متريك سبيس هنا أنا عندي P على التعيين، فاخذت مجموعة كل الكرات اللي ممكن تحتوي ال P داخل المتريك سبيس. طبعا لانه every ball is open set، فاذا هذا collection صار عندي عبارة عن collection ب sub r of p r يساوي 1 الى infinity ب a collection of open sets of m with الاس هو مجموعة جزئية من هذا كله من الاتحاد. فاذا حسب هذا التعريف هذا الكولكشن بي سب ار اي اوف البي ار يساوي 1 الى انفينيتي، هذا بي ان اوبن كفر اوف اس. اجي هسه سنس S is compact فإذا يوجد finite subcover. فراح أسميه B sub R I of P
لما i يساوي 1 الى n. هذا finite subcover of s. فشنو معناته؟ معناته ان الاس هي مجموعة جزئية من الاتحاد مال هذا الفاينايت i يساوي 1 الى n ب sub r i of p. وبالتالي فهذا راح يمثل لي بول. فاذا الاس is bounded. الان نبرهن رقم 2 من المبرهنة. رقم 2 من المبرهنة ايش يقول؟ يقول every infinite subset of s, طبعا s هنا احنا عندنا compact, has an accumulation point او limit point. proof, راح افرض ان t ب an infinite subset of s. طبعا راح ابرهن هاي المبرهنة بالتناقض. احنا انا راح assume to the contrary that t has no accumulation point. الان لكل الاس ينتمي للاس, we have every ball b can go sub i that contain الاس must contains at most على الاكثر نقطة واحدة one point in t. يعني لكل كرة تحاوط لي الاس يجب ان تحتوي اما ما تحتوي ولا نقطة من t او تحتوي نقطة واحدة فقط, وبهالحالة هاي النقطة هي الاس اذا كانت الاس تنتمي للt. السبب انه اذا احتوت نقطة ثانية, يعني عندي هذا الاس, هذا الاس, هذه بول تحتوي الاس, خلينا نسميها بي 1 مثلا. اذا احتوت لي نقطة ثانية, هاي اذا كان الاس ينتمي للt, فاذا احتوت لي نقطة ثانية بالt فمعناته انه الاس صار accumulation point للt, واحنا فرضنا انه t has no accumulation points. فاذا اما ما تحتوي ولا نقطة من الt او تحتوي نقطة واحدة, وبهذه الحالة النقطة لازم تكون هي نفسها الاس. زين, هسه راح افرض, احنا ايش قلنا؟ قلنا كل بول لازم تتحقق بها هذه الشروط. فهسه راح اخذ هذا الكولكشن بي اي ينتمي للاس ب كولكشن of all balls covering S. فهذا يؤدي لي لأنه ال B sub I ينتمي لل S ب N open cover of S. هسه since S is compact يوجد finite sub cover, راح اسميه b sub i يساوي 1 الى n. هذا اسميه finite sub cover of s. هسه معناته شنو؟ معناته انه الاس هو مجموعة جزئية من اتحاد ال i يساوي 1 الى n. طبعا انا ايش عندي؟ عندي t هو مجموعة جزئية من الاس, وبالتالي في t صار مجموعة جزئية من اتحاد ال i يساوي 1 الى n bi. هنا أنا وصلت للتناقض. السبب انه كل كرة من هاي اما تحتوي على نقطة واحدة فقط من تي او لا تحتوي على ولا نقطة. اذا فرضنا انه كل بول تحتوي على نقطة واحدة فقط, فمعناته الاتحاد مال هذا البول راح يحتوي على n من النقاط, n points of t. فهذا راح يؤدي لي الى انه الT محتوات بالكامل بالاتحاد, فمعناته الT صارت finite set. وهذا تناقض. ليش تناقض؟ لأنه أنا فارض أن الT هي infinite بالأساس. فإذا الT must contains an accumulation
point. ناخذ الان هاي الريمارك. الريمارك ايش تقول؟ تقول العكس مال الثيوريم 3.11 is not necessarily true. الثيوريم 3.11 ايش كانت تقول؟ تقول اذا كانت عندي الاس هي كومباكت فهذا يؤدي الى انه الاس is closed and bounded. هاي اولا. او ثانيا every finite او every infinite subset of S has an accumulation point. فهنا راح نثبت عندنا هذا المثال اللي هو 3.14. من خلال هذا المثال احنا راح نجد اكو عندنا ال R. راح نثبت انه مو شرط اذا كانت المجموعة closed and bounded انه هي تكون compact. يعني أنا أعرف إذا كانت S compact فهي closed and bounded. العكس غير صحيح. راح أخذ المتريك subspace. راح أخذ هنا ال Q the set of all rational numbers Euclidean metric space R. راح أفرض إنه A و B هن مجموعات irrational مثلا كأن تكون جذر كأن تكون phi irrational numbers. راح أخذ هاي الفترة A و B. يعني هنا عندي A و B تبدي من ال A لل B. ال A وال B هم irrational على سبيل المثال جذر 2 وجذر 3 مثلا من جذر 2 إلى جذر 3. راح أفرض هاي المجموعة ال S اللي هي كل ال X اللي ينتمي لهاي الفترة بحيث إنه ال X هو rational number. تعرفون لأن بياناتهن عدد غير منتهي من الأعداد ال rational. فال S هي closed. ليش closed؟ لأن هي عناصرها محدودة. بعد وهي bounded لأنه هي هاي نفسها اللي هي الـ AB هي ball وتغطيها بالكامل فإذن هي bounded ولكن الـ S هي not compact.